المامين ديالكم بمكتشف واحد الاكتشاف عظيم جدا، واحد الاكتشاف اللي غادي يغير مجرى التاريخ. المامين ديالكم اكتشفوا بانه اللغه الدارجه المغربيه، وافتخر بمغربيتي، هي اصعب لغه في العالم. هادشي اللي كنقول لكم مثبوت علميا. وإلا بغيتوا تعرفوا السميه ديال العالم اللي قال هادشي، غادي تهودوا للديسكريبسيون غادي تلقى السميه ديال العالم، أولا تقدروا تفرجوا فيه. فوالا سيداتي وسادتي، كي دايرين بعدا؟ لاباس، توحشكم، كلشي بخير، العائله. اكتشفت بانه بعض المصطلحات كيتبدلوا من مدينه لمدينه. المشكل ماشي هنا، المشكله هي انه كل مدينه كتسمي حاجه وحده، اربعه ديال السميات، خمسه ديال السميات، ما اكتفيناش غير بوحده. تفكرت شي لعيبات كنا كنقولوهم في المدينه ديال تازة؟ مثلا حنا في تازة كنقولوا للشانطي المنجوره، بحال هكا. سولنيش علاش، انا براسي ما عارفش. والمشكله هي كتداول هاد الكلمه اللي تما. عندك المنجوره، حيد من المنجوره غضربك شي طوموبيل. حاولت نفكر ونفهم منين جات ديك المنجوره. منجوره يعني شي حاجه نجرناها، ولكن فين عمرك العالم شفتي شي ارض مصوبه بزفت كينجروها؟ ما رحناش عند النجار انا، ولا رحنا في شي حصه الرسم كنجروا الملونات. راه الشانطي هذا راه القدرون دص العالم كامل، كتلقى متفق على كلمه وحده كتوصل عندنا للمغرب يا اختي، كلها كيلغي بلغاه. المنجوره، المقطوعه، المسمومه، عندنا كلمه وحده اخرى واللي هي شقاله. شقاله في التعريف ديال مالين الدار، حيت حنا كنتداولوا هذه الكلمه بزاف. شقاله هو التبصيل الصغير، بلاص ما تقول تبصيل صغير جوج الكلمات كنقولوا شقاله. غادي تسولني تقولي شنو التعريف ديال شقاله؟ انا نشرح لك. شقاله هي واحد الكلمه متكونه من جوج ديال الكلمات، شق آلة، واللي كتعني حتى حاجه، ما كتعني حتى شي حاجه. شي واحد ما لقى ما يدير هو يسميها بحال هكا، شقاله طرطق. شاد الكلمات هادو شقاله، انا ما هادشي كامل كيبقاو فيا غير داك الضياف اللي كيجيو عندنا للدار. ايوا الوالده كتبقى علينا، جيب شقاله، كحز شقاله، كيصحاب لي ما غادي نغتالوهم في داك الدار ولا شي شقاله. باينه بحال شي اداه التعذيب ولا شي حاجه، وهي غير تبصيل صغير كنديروا فيه الزيتون ولا كنديروا فيه الملحاول. 20 عام والوالده كتصاوب لنا البانكيكس، وعمرو كان يصحاب لي هذاك هو البانكيكس، حتى خرجت كليته في الزنقه عاد اكتشفت بان هذاك هو البانكيكس. حيتاش الوالده الام المحترمه ديالي ما كتعيطليهش البانكيكس، حاشا ولله باش تعيط له البانكيكس. الوالده ديالي كتعيط له المخنفره، ما عرفتش واش شافتني حاجه، انا خنفورتي كبيره سمات على هذيك الكيكه المخنفره، ما فهمتش علاش المخنفره. 24 عام ديال التنمر، تاكل المخنفره بلال، وانا كالحمار كنقول لي ناكل المخنفره. والوالده عندي انا ما كتحشمش. كنت سولتكم في انستغرام، قلت لكم الا عندكم حتى نتوما شي كلمات اللي كتمتازوا بهم غا نتوما شاركوهم معنا. ودابا غادي نقراو عليكم الكلمات المتقطعه ديالكم. شنو كنقول انا؟ الله اعلم. مرجان كنقولوا ليه سويقه البارده، ماشي كاع كومون. اي واحد المدينه كيقولوا للطياره حديده السما. يا المتنمرين الله ياخذ فيكم الحق. كيكه، لا لا لا، مسكوته، يس. اللي ما كيعرفش شنو هي مسكوته، هي هذه ما عرفتش كيفاش كتسميوها نتوما، مي حنا هادي عندنا سميتها المسكوته. اج ويت، علاش عندنا المسكوته وما عندناش المهضوره؟ الصنداله، لا لا لا، المشايه، يس. ما فهمتش علاش العالم كامل متفق على انه هذيك سميتها صنداله، كتجي حتى لعندنا لتازه وكتولي سميتها نعاله. نعاله انا كنقول لك زعما راه نورمال ماشي شي حاجه كبيره، مي مشايه؟ وات ذا فاك از مشايه؟ شنو زعما هي اللي كتمشيك؟ في مدينه فاس ما كنقولوش الليمون، كنقولوا التشين. ماشي غير فاس، حنا كنقولوها في تازه، والمشكله هي الحامض حنا كنقولوا له الليمون. في خريبكا ما كيقولوش حل الباب، في خريبكا كيقولوا فكي الباب. هي صراحه كانت غادي تجيني شي حاجه غريبه كون ما كانتش في خريبكا، مي خريبكا كلشي ممكن. زعما بغيتش تفهمني فكي الباب زعما شنو؟ واش طاح في شي مشكل ولا شي حاجه؟ نعاونوا هاد الباب هادي ونساندوها، الا كان خصنا نساندوها في شي حاجه ولا. السيشوار في طنجه كيقولوا ليه كابوس العجاج. احشم عليكم الدراري كومون. تاكوس في سطات كيقولوا ليه اللي كوش معمر بالنعمه. دراد سطات ما كنتنماش عليكم نتوما، عندي عزاز. وباش كتعجبني سطات، هي مدينه معروفه بسطاتين. فوالا ان شاء الله طلع. في مراكش ما كيقولوش خوي لي اتاي، كيقولوا كبش لا باقي. مراكش مدينه بوحده، كاين المغرب وكاين مراكش، كاين تاوجدات وفوالا من نواحي. روبيني شي ناس الله يذكرهم بالخير كيقولوا له البزبوز. فواسا غادي يتقلقوا لنا وغادي يجيو يضربونا بالفقاص. فواسا زعما العاصمه العلميه، انتم هما اكثر ناس كتفهموا في العلم. قالوا غاديين مزيان غاديين مزيان غاديين مزيان، وصلتوا للروبيني وتقضى عليكم العلم. البزبوز. بزبوز صح، بزبوز بزبوز، راه تغلط فيها تخرج شي كلمه ماشي هذيك. ها يا مشور، تنسى شي زز ولا تلصق لك شي زا مع الباء ولا شي حاجه بحال هكا، مشيتي خلاط على المعلم ما غاديش تبات في الدار. بزبوز راه كلمه خطيره، وتخيل تقول بز قلبها، يلا بدا من هنا لهنا، زز 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 فوالا بحال هكا.
والله حتى تبات في الزنقه. حنا الشلوح كنقولوا للمسكه تيفيزا. ركز لي على شد عافاك. الشلوح قصه واحده اخرى صراحه. مثلا لي شامبينيون حنا يفتازه كنقولوا لهم الفقيع. ما عرفتش علاش بلا ما تسولنيش حيت فريمون ما عارف. كنت ديما كنتسائل كنقول زعما شكون هاد العالم هذا اللي اختار هاد الفقيع وهاد العلم منين طاح عليه. حتى تلاقيت مع المدام ديالي شلحه وقالت لي بلي الشلوح كيقولوا للشامبينيون ايكوشان نواكل. ايكوشان نواكل هي واحد الكلمه مركبه. ايكوشان نواكل واللي كتعني حزاق الارض. لحد الان مازال كنتسائل كنقول اشنو العلاقه ديال الحزاق مع لي شامبينيون. واش جيتي داي شي مره وسمعتي شي طز؟ طواليت كيقولوا له بيت الراحه. حنا طواليت كنا كنعيطوا ليها بيت الماء اولا كنعيطوا ليها الكابينه. دابا السؤال المطرح في العالم كامل اتفقوا على انهم يسميوا الطواليت طواليت ولا يسميوها طويلات ولا يسميوها كيما بغا يسميوها. المهم عطاو ليها سميه وحده كتوصل للمغرب بيت الماء الكابينه واش كتجي داخله جداتك ما كتفهم حتى لعبه كتقول لك انا غنمشي للمياضي. واش جد الله يهديك راه عندنا عرامد المصطلحات ما تكفيناش معاهم. زايد لنا هاد المياضي اشنو هي هاد المياضي هادي؟ بيت الراحه بيت الوضوء اللي يدخل يدير شي حاجه كيسميها بسميتها. واش مره شي واحد مسالم عنده ما يدير يدخل يقاضي الصابون في الطواليت وغايقول راه نزيد ليها شي مصطلح ونسميها بيت بيت انا غير مسؤول. انا كنقول لكم داكشي اللي كنستنتج. فوالا الصنداله كنقولوا ليها صرفاقه. الناس شحال هادي كنهندم مع داكشي ديال العنف وداكشي ديال الضرب والجرح حيتاش هو كيسميها على الحاجه اللي كيستعملها بزاف. بما انه الصنداله سماها صرفاقه انا متاكد يا اختي انه ما كانش كيتمشى بها. الاستعمال الوحيد ديال ديك الصنداله هو يشدها ويصمكك بها. في الباديه كنقولوا للباب الدفه. واش كتعني شي حاجه الدفه في اللغه العربيه؟ انا بعدا جامي سمعت شي قصيده شعريه شي نزار قباني قال له ادخلي وسدي معاك الدفه. ولا لا هادي عندنا هادي ما يمكنش هاد اللغه تازيه هادي. معلقه كنقولوا ليها المغرف والموس كنقولوا ليه الخدمي. اش هاد اللغه هادي؟ وتخيل دابا نتايا معايا في العيد كندبحو في الحولي وداكشي حتى شويه كيدور عندك باك كيقول لك مد ليا معاك الخدمي. كيفاش ما نخدمش انا ما نخدمش انا السيمانه كامله وانا خدام جيت الحولي ونخدم كيقول لك لا مد لي معاك الخدمي. ما نخدمش كاع ما نخدمش نعلبوه. وسميتو سكين سميتو موس سميتو آلة حادة ولكن خدمي ما عنده حتى شي علاقة بلوتيليتي ديالو. خدمي زعما شنو زعما عادي غادي يخفلك وغادي يخدمك ولا شنو؟ غادي لك شي 20 درهم من البزطام. خدمي ما نخدمش ما بغيتش نخدم. ايه وتفكرت بعدا واحد المصطلح واحد اخر. حنا في تازة صراحة قليل فين كنا كنقولوا سد معاك الباب ولا سد معاك السرجم. حنا في تازة كنقولوا بلع. ما كاينش حاجه سميتها بلع. كاينش حاجه سميتها سد. فوالا جنتلي كتقولها سد معاك الباب. بلع معاك الباب ما فهمتش هاد اللغه كتعندنا بحال فيها شي شويه العنف. لا في تازا كنا كنقولوا شي دري اللي زوين كنا كنقولوا له بلال محوش. هادي خشيتها في الفيديو باش كي جيتكم. ها شي حاجه الاخر العوده الى فاس مع القى العاشق. في مدينة فاس العريقة كنت عند واحد الدراري وكنا كنطيبو ما ناكلو. فوالا الدري هو اللي كان مسؤول على الطاجين وداكشي. واحد اللقطة بغى يحرك الطاجين شوية هو يدور عندي هو يقول لي يا بلال مد لي معاك العاشق. وانا قال لي العاشق قلت له العاشق في النبي. هادشي اللي تسالني العاشق في النبي اللهم صل عليك يا رسول الله. عاد مشى وهز المعيلقه وقال لك العاشق اصاحبي مد لي العاشق. وغتمشي غتقلب في شي كتاب ديال العثمانيين ولا ديال ما عرفت شنو وعمرك غادي تلقى شي واحد كلاب العاشق. كاينه شي حاجه سميتها معيلقه هادي متفق عليها ماشي العالم متفق عليها العالم والالينز والشاب العربي. نفهم كلمه كتعوق شي شويه بحال مثلا الدلاح. كاين اللي كيقول له الدلاح كاين اللي كيقول له الدليع كاين اللي كيقول له الدلاع. الكلمه بقات غاده وكتعوج شويه بشويه ولكن من المعيلقه العاشق. اوه انت باغي تفاليدي من الدوره العاديه ولا كيفاش بابي جيني؟ المساح. اول وحده كتمسح ديالها بالمساح. واش غندير لك انت اللي قلتي المساح مال انا اللي قلتها. سلو في سطات سميتو تراب الحلو. سطات والله الا القدوه ديالي في الحياه وحق رب. ويز باي ذا واي حنايا سلو ما كنقولولوش سلو كنقولولو الزميطه. ما عرفتش واش عندها شي معنى ولكن المهم انا ما كناكلهاش وما عنديش معاها. المغرب البوطو وجده تينغرافا. دفاك شات اللغه هذه اصاط واش وجده ما عايشينش معنا ولا شنو؟ تينغرافا ما عندها حتى معنى. ما هي بوطو ما هي بوطو ما هي في وجده كنقولوا البغرير خرينغو. ام دان ويد وجده وجده اش هاد الشيء خرينغو ما هو بغرير ما هو مسمن ما هو مخنفره من البغرير خرينغو.
كتجيني حشومه تاكل خرينغو اصلا. وحده عاوتاني قالك الطواليت از الكنيف. الطواليت حاليا عندها 17 مصطلح، زيد عليها الكنيف هي 18، وهذا سبحان الله غير المصطلحات ديال جده. جده تضرب دوره تدخل الطواليت دير شي اكتيفيتي تسميها بديك السميه ديال الاكتيفيتي، دخلت توضى تقول لك بيت الوضوء، دخلت تشطح تسميه بيت الشطيح، شي مره تجي دخلت تقول لك بيت بيت الزهو والخلطه. او جده والله هذيك كبرتي زعما علاش البز. باي ذا واي اللي ما كيعرفش البز راه غادي نشرحها لكم دابا حيت انا خبير في الكلمات التزاويه. فوالا العالم كامل اتفق على انه يسمي الدراري الصغار، يسميهم دراري صغار، اطفال صغار، دراري صغار، كيدز، تشيلدرنز، كتوصل عندنا حتى التازه وكتولي سميتها البز. شد عليا البز ديالك. ها هي اختي عاوتاني جات وجابت معها البز ديالها. واش ما فيناش ما نديرو شي كلمه اكثر من ثلاثه الحروف، جوج الحروف، بز الباء والزين. جات واحد الحقبه في الزمن خرجوا واحد الناس عاوتاني بلا ما نقول لكم جده باش ما يبقاش فيها الحال، فوالا هاد الناس هادو قرروا انهم يبداو ويزيدوا يضيفوا اضافات على البز وسموها البزاوز. ما سوقيش عندك شي سؤال سير طرحو ديريكت على جداتي. بزاوز واش دبانه. انا غادي نقول لكم واحد الكلمه واحده اخرى كنقولوها في تازه ولكن ما تضربونيش. واحد الحيوان مسكين في مدينه تازه كنعيطوا ليه القرقوره. الا ما عرفتيش شنو كتعني القرقوره، القرقوره هي الضفدعه، قرقوره مور لايك قرقار. حنا في تازه بقوه ما عندنا ما يدار كنبقاو نقلبوا على شي كلمات اللي ما يمكنش اصلا تنطقهم. قرقوره واش عزيز علينا نديروا حرف واحد نعاودوه 17 مره.